أول شيء تبلنا الدجاج حسب المقادير بالبابريكا والأعشاب والزيت واللبن، سويناه في مقلاة، وبعد ما استوى 90% شلناه من الدجاج، وبنفس الصينية أو نفس الجاط أضفنا يا حبايبنا الزبدة، قلينا البصل، الثوم، أضفنا شوية مي حتى القعر كله نسحبه، بعدين أضفنا الكريمة والريحان، وأضفنا طبعا جبنة البيرميزان والبقدونس المفروم، وبس صارت تغلي عندي أضفنا الدجاج، تركناها تقريبا 10 دقائق تتسبك على نار هادي جدا، وتقدم مع الرز أو البطاطا المهروس. بدنا كيلو من فخذ الدجاج السفلي، عندنا أعشاب، بدنا أكيد لبن طيبة، بدنا فلفل أحمر مجفف، بدنا بصلة، بدنا ثوم مفروم، كمان يا حبايبنا بدنا لتر كريمة طبخ من إنبورغ، ربع كوب من الزبدة، وربع كوب أوراق الريحان المفرومة، جبنة البيرميزان، الملح والفلفل. تمام يا أبا عون. بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا. عندي هون الجاج، هذا الجاج عبارة عن فخذ سفلي والعظمة موجودة، لكني سحبته شوي أو فتحته شوي بالسكين، هو كان هيك بكون هيك، فتحته بالسكين شوي، وهذا طبعا كثير طعمه طيب. الآن بدنا نحضر له المقادير أو الوصفة. بسم الله ما شاء الله. أول شيء عندي اللبن، طيبة إحدى شركات المراعي، لبن مصنوع من الحليب الصافي 100%، صناعات لا تمسها الأيدي، الطعم اللي منحبه، الشركة حاصة على شهادات الاي اي بي وكمان الايزو، وشركة كثير كثير مرتبة ومنتجات فخمة جدا. فهون والله صعب، والله صعب يا معلم، صعب جدا يا عبد الله، صعب جدا يا عبد الله، بقدرش ساعدك يعني. طيب منضيف هون، نضيف هون، والله بعرف، اللبن طيبة المميز، مباشرة عندي مجموعة من الأعشاب أبطاها، عندي هون الملح، الفلفل، بابريكا، شوية من زيت، وبعديها نخلط منيح، بننقعها تقريبا الربع ساعة زمان، وبعدين بقليهم في مقلاة، مقلاة على النار زي ما انا عامل هون. هذا بالنسبة للجاج. تمام. احنا بعدنا هاي الدجاج انا هون شويته. الله عليك. تقريبا 80% نضج استوى، عندي المقلاة اللي طبخت فيها. الحوسة تبعتها. ايوه هي، هي الدجاج بعد ما شويته بحط مقلاة على النار، نفس المقلاة اللي انا شويت فيها. تمام. هيها. تمام. ولا خلاص يا عبد الله خلينا نتحرك. على فكرة والله احنا كنا نسوي لك في سواه هسه، اصبر شوي بس. رايح اسحب شوية من الزيت الموجود داخل. تمام. الصينية نفسها. تمام. ليش؟ بديش اياها تطلع كثير دسمة. لا خايف ولا اشي. هون رايح اضيف قطعة من الزبدة. الله عليك يا ابو عون، يا سلام. والان بدنا نبدا نعمل حوسة بصل. هاي البصلات بسم الله الرحمن الرحيم مع المنكهات اللي ايوه تبعت اللي كان شايفها مع كل القعر الموجود داخل الصينية. يا سلام. بدي اضيف شوية مي، بدي اسحب الخلاصة تبعت خلاصة القلاية. خلاصة ايش؟ يا عيني القلاية، شام الريحة انت شامم؟ يعني اشي رائع يا ابو عون والله العظيم. والله لخمنا صدر كنافي يا اخوان قسما عظما. والله ما هي نفسي طيبة، والله انه اطيب كنافي يمكن. شوف توب 3، بديش ابالغ، توب 3 يعني اكلت كنافه في حياتي، توب 3 كانت، كنت من توب 3. شوف شوف تعال وين قطع. تعال تعال، ما فيش بدك حوس ما في. طيب يا اخي مخرج فيه منه فيها. ننزل كريمه إنبورغ، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الله عليك يا ابو عون، يا سلام، مع هالحوسه كلها اللي موجوده. ايوه بس الدجاج بده ينطبخ بالصوص كمان. اها طيب حرك حرك يا حبيبي، حرك حرك. حاضر ابشر على طول. ابشر بدي أبشر انزل. ابشر ابشر بالبقدونس المفروم، وبدي انزل بالريحان المفروم، هاي كمان جبنه البيرميزان. الله الله الله. ايوه بطاها، هاي طبق لعشاق الدجاج. الله. بطبعا النكهه الكريميه. تمام تمام. نفرم شوية من أوراق الريحان. تمام.
تمام. هاي اوراق الريحان بننزل بسم الله. يا عيني يا عيني على الرائحه. الرائحه الان بدي اضبط بالفلفل الاسود بالسوالف هاي ترى بالملح. هو الملك